السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عن طريق الأسمراني خروج باولو باس بروبي هذا كرة بالشبكة وأخيرا اهتزت الشباك في الأولمبيكو أشاك سمست إيمور الطلياني كارلا فيوري عرضية خطيرة والهدف والهدف الساشن هذا هو تشيكو هذا هو الملك البوسني ملك اللمسة الحاسمة الساشن تشيكو كرة بالشبكة روما يعطي النتيجة إذن تشيكو يتمكن من إحراز هدف التعادل تشيكو الملك الهداف داخل منطقة التسجيل تشيكو يقود عكسية جميلة سامويل مواجهة مباشرة مع حارس المرمى الكورة لكن يلغى بداعي التسلل والهدف محتسب لينطلق باكو الكاسير بمرحلة الهدف الأول التي أجلت لحين التحقق ولحين دول داخل منطقة الجزاء يتوغل يتقدم يحاضر مورينو جول هدف ثاني جيرارد مورينو صانع الأماني لنادي فيريال يظهر من جديد ويضرب بقوة في شباك دينامو زاغرب أخيرا كرة قصيرة لقطة خطيرة بكعب القدم هدف أول كرة في الشباك هدف جميل لصالح دينامو زاغرب أورشيتش أخيرا يأتي بالحل أكثر اللاعبين خطورة أكثرهم مبادرة في تشكيلة زاغرب يوقع هدف التقليص أولا إنكا النيجيري على يسار هجوم فريق والمدرب الحالي لغلاسغو رانجرز الذي خسر الرهان في الأيبروكس تي انقاذ هذا الموسم بالتتويج أوروبي بالتتويج بهذه المنافسة المتابعة كرة خطيرة تعود لدفاعات الأرسنال خطأ وقال بأنه ليس من المهم أن يأتي هذا الابتداء ملاعب لديبورتيفو لا كوروني كرة على يسار هجوم فريق أبطال ولا حتى الخبرة الكافية في المنافسة الأوروبية لكشستر يونايتد في هذه المنافسة هنا انطلاق يحاول الدنماركي با ولا إنكا تغطية مساء ألوان الأرسنال ولكنه لم يتوج بلقب أوروبي مع هذا الفريق الأرسنال تسديدة ممتازة وكرة جول جول الهدف يلغى يلغى الهدف بداعي التسلل نو جول راحت ضاعت ضربا من الخيال في هذه الموقع التي تألق مرت لألكسندر با يمر الدنماركي با على اليمين وقت قطافها يقطفها سيبايوس ويأتي رابع ثانية يراوغ التسديدة والهدف الأول جول 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 نيكولا بيبي ليفوار يستلم خلف جدار دفاع سلافيا يحافظ الأرسنال لم نجد سلافيا براغ حاضرا كرة بعيدة من الـ من الـ من الرصاص من الأهداف فلربما كرة مرة أخرى لفريق سلافيا يرفع التحدي يحاول سبع مواسم كرة خطيرة لأولاينكا التحضير إلى الخلف والتسديد كرة أخرى لإيميل روهو وركلة جزاء قائد لاكازيت جول لاكازيت لم يضيع وضعها في مرمى الحارس كولر وأشعل النار 1927 ساكا والمرور سوكولي الثالث التسديدة ساكا الثالث يا الله جول يا ساكا الرصاصة الثالثة في الصديقة الثالثة والعشرين مع نيكولا بيبي ساكا تغيير المراكز بشكل يعود با يراوغ يوزع الهجمة ليان كوشتا كوشتا تشيكية وصلت كرة على اليمين با من أجل هدف يشعل الكرة باتجاه لاكازيت لاكازيت والهدية تأتي من الدفاع إلى حد الآن هو ضرب من الخيال وكرة بالرأس مباراة كرة من مخالفة لفريق سلافيا بالرأس وزادوا دخلوا على الطريق الصيني درى لنيكولا بي 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 وبالرأس الدفاع يتدخل سميث روي في حوار
للأمام وتسديدة سهلة. بيبي ولاكازيت والرابع يا لاكازيت جول هو الرابع. ارقص طربا يا لاكازيت. ألكسندر نومهم. في هذه البطولة واللي كان سابع الدوري الموسم الماضي اللي تأهل بشكل أكبر لو كان بدأ البداية يعني المطلوبة البداية الحارس دخية لأن اللي بيلعب في الدوري هو الحارس هندرسون. تمريرة حلوة قوي وصول وتأهل طبعا للمباراة النصف النهائي والهدف المبكر كافاني الهدف رقم 50 هدف الأوروبي رقم 50 إيدرسون كافاني يفتتح التسجيل بعد مرور 6 دقائق أمامنا هنا مسرح الأحلام وعودة أمامنا الريد ديفلز عودة الشياطين الحمر طبعا لكن ليس هناك شياطين في رمضان لكن أمامنا هنا دييغو مارتينيز طبعا اللي كان مسرح الأحلام أولد ترافورد هل يكون أحلام فريق غرناطة وانسجام وده كان واحد من الأسباب اللي برر بيه الحقيقة سولشاير وأمام نادي أمونيا طبعا خلال مشوار الوصول إلى هذه المرحلة وباوك اليوناني وأمونيا الفريق الخبروسي ومع هذا النصف النهائي الدوري الأوروبي اليوروبا ليج أمامنا كرة ملعوبة لا شيء لسابق الفوز طبعا في لقاء الذهاب كان بنتيجة تحرك ومحاولات الوصول انطلاقة أمامنا هنا والكرة بجنب الشمال غرناطة شوف سرعة غرناطة الاتزان النفسي ده والأمور دي مهمة جدا على طول على ضرب أندلسي آخر هو إشبيليا سحب الرقم القياسي وضربة رأسية حلوة ضربة رأسية أمامنا هنا من اللاعب الفنزويلي كرة ملعوبة على طول أمامنا خطر رأسية المرة دي هيريرا المميز قوي أمامنا هو الفنزويلي في هذه الكرة هذه أمامنا هنا الاستقرار والأداء والتميز من جانب المان يونايتد ثالث كرات ولكن هدف كافاني يعني يريح الأعصاب حولة البرونو في مطلع هذا الموسم تبديل اضطراري غرناطة أحد أندية الأندلس في إسبانيا دي برونو يا ولد النهاردة إيه هيبقى الأهداف العطاير هذه كرة ملعوبة حلوة قوي الكرة من ماتيتش وبرونو أمامنا هو البرتغالي برونو فرناندي بوجبا خلصها لكن ماتشز وتدخل قوي مع بوجبا هل فيها كان في مباراة يعني 13 نقطة آخر 15 مباراة كان تعادل مع كريستال كرة إلى خارج مع برونو إلى خارج إلى جرينوود السرعة جرينوود عايز يعدي لكن جاله بقى مان يونايتد الكبير وفريق غرناطة ثامن الدوري الإسباني ساكا برونو إلى أمامنا جرينوود فكر يسدد جرينوود لكن طافو زي أيضا البديل الموجود براندن ويليامز برونو يلعبها لكن لاعب نادي أكس على طول كرات فولكي رأسية لا للعنصرية وكمان لموضوع اختلاط الألوان وادي انفراد ويطلق خطيرة أمامنا هنا من جانب غرناطة البحث عن التعادل طبعا ولما لا دار وصفقة مهمة للفريق على طول الكرة ملعوبة خطيرة كافاني يا ولد يا كافاني الكرة معمولة لكن شوف أمامنا هنا برونو أي كرة خطيرة هيكون مصدرها برونو وكافاني بعده يدفع بجيمس جرينوود عايز يعدي يثبتها فاندي باك يا ولد على الكرة لكن هي فرصة جديدة أمامنا هنا من نشيط جدا فاندي باك اللاعبين المميزين الطرف المميز جدا ده غرناطة الكرات العالية برونو التمريرة اللي في العمق عايز يجري الدقيقة 66 من اللقاء محاولات وادي جيرمان ضيع ممكن يسجل التعادل لكن مين في كرة القدم ادي امامنا برونو تمريرة حلوة في العمق برونو منتخب اسبانيا 41 مباراة وادي كرة رأسية حباك يا ماتا الكرة امامنا اهو ترتطم في بايخو كرة ملعوبة حلوة قوي من أليكس تيلس ومانويل ماتا امامنا هنا يسجل في هذه المباراة هدف يبحث عنه مع نادي مانشستر طبعا لكن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان تحياتي لحضراتكم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله احنا في ايام مفترجة ايام كريمة ايام ربنا سبحانه وتعالى ببارك فيها وجعل فيها الألفة والمحبة والخير وفيها الناس بتسعى وبتتسابق لعمل الخير فاحنا هنستنى سنة جميلة كده عايزين رأيكم فيها في التعليقات يعني انا بشور عليكم بشورة او باخد رأيكم وتكتبوا لنا في التعليقات هل نكمل على الوضع ده ولا